الحمد لله ذي الفضل والإنعام، شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه الإمام مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فإننا نستبشر بقدوم هذا الشهر الكريم. ففي مثل هذه الأيام يستعد المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها لاستقبال سيد الشهور وأعظمها. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. عباد الله، في مثل هذه الأيام يتهيأ البعض لجعل رمضان فرصة للتقرب إلى الله بالصلاة وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان إلى الخلق والمشاركة في تفطير الصائمين وغير ذلك من الأعمال الصالحة اغتناما لهذا الشهر الكريم. وللأسف، فإن البعض قد جعل نهار رمضان وقتا للنوم وليله للسهر حتى الصباح على متابعة ما يضره، وقد يبطل الصيام أو يقلل أجره متابعة القنوات الفضائية وما يعرض فيها مما يسمونه المسلسلات والأفلام والحفلات، فلا صلاة تراويح ولا تلاوة قرآن. وهؤلاء لا حظ لهم من رمضان إلا الجوع والعطش واللهو والسهر. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صححه العلامة الألباني. عباد الله، قد علم أعداء هذا الدين مزية رمضان وفضله والأجور التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا اغتنموا أوقاته فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. نعم، قد علم الأعداء مزية هذا الشهر العظيم، فأجلبوا علينا لإفساد هذا الشهر علينا. فقد وجد إبليس في القنوات الفضائية وجنده من شياطين الإنس، وكذلك من يقيمون ما تسمى بالحفلات الغنائية والموسيقى وغير ذلك مما فيه منكرات عظيمة، منها الغناء والموسيقى والاختلاط. وجد إبليس في هؤلاء خير معين على مهمة إفساد رمضان على كثير من المسلمين، بل وجد منهم المبادرة والجد في الشر والضلال، فهم يعملون مدار العام على تجهيز كل عمل بطال. حتى إذا أقبل رمضان ورأى الناس الهلال بثوا مكراً تكاد من هوله أن تزول الجبال. قد فاقوا إبليس خبثاً وتخطيطاً وتدبيراً، وغلبوه رواية وإخراجاً وتصويراً ولسان حالهم. وكنت امرأً من جند إبليس، فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. الإعلام هو وسيلة بناء وهو وسيلة هدم أيضا، وكثير من إعلامنا هو سهم في نحر بلاده وأمته، بل
طعن في الدين وطعن في الدين وثوابته العظيمة، فلا هو أظهر ما في الإسلام من جمال وبهاء وجلال، ولا هو أتانا بالصورة الحقيقية لما في تاريخنا من أبطال، ولا سلم التاريخ من شر التشويه والتحريف. وأما قاصمة الظهر فهو ما افتراه هؤلاء من تشويه صورة المجتمع الماضي الجميل، ومن ذلك العمل لمسلسلات لأعظم بشر وهم الأنبياء والمرسلين، بل مسلسلات لأعظم جيل عرفه التاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدسون سمومهم في حلقات هذه المسلسلات، فيجد الجهلة وعوام الناس الكلام والقدح في أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، إن لأهل السنة في هذا الباب أصولاً عظيمة يجب على المسلم اعتقادها والعمل بمقتضاها، فمنها أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء والمرسلين ولا الصحابة الكرام الطاهرين، ومنها سلامة القلوب من الغل والحقد والبغض، وسلامة الألسن من الطعن واللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا ألسنتكم عن الكلام عنهم بالنقص والعيب. قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ومن ذلك ما يستعدون به في هذا العام من عرض مسلسل يتعرضون فيه لصاحبي جليل هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. قد سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ فقال رحمه الله: غبار دخل في أنف فرس معاوية حين قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا عمر بن عبد العزيز. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وصدق رحمه الله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاسون ولا يعادون بأحد من الناس، فكيف إذا أضيف هذا الفضل أن معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين؟ قيل للإمام أحمد: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أخو حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له أيضا: ما تقول في من قال لا أقول بأن معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين؟ فقال رحمه الله: يجانبون ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس، أي أنحذر منهم. فهو رضي الله عنه خال المؤمنين وأحد كتاب الوحي، وهذه منقبة زائلة لو اجتمع لها التابعون وأتباعهم ومن بعدهم وألفوا من كتب العلم ما شاءوا لم يبلغوا ما بلغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه شرف بأن جعله الله من كتاب الوحي الذين استأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. زد على هذا كله دعاء رسول الله حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال أيضا: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. والذين تجرؤوا على الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه هم طائفتان خبيثتان ملعونتان: الروافض والخوارج في أول الزمان وآخره، ومن ذلك خوارج العصر الإخوان المفسدين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:
معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا أي غضبا وحقدا، قال ينظر إليه شزرا، اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. ومن أعظم المقولات وأسدها مقولة أبي توبة الحلبي رحمه الله تعالى، قال: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل السترة اجترأ على ما وراءه. فهؤلاء الخبثاء وأصحاب القنوات الفضائية ومن يعملون الحفلات المنكرة صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذروهم ولا تتابعوا هؤلاء ولا قنواتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن. عباد الله، إن للصدقة فضل عظيم، قد ورد في ذلك أحاديث عظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أي يوم القيامة. عباد الله، وشهر رمضان هو شهر الصيام والصدقة، فقد كان رسولنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حسنه العلامة الألباني. فلا تنسوا هذا الفضل يا عباد الله، ثم اعلموا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى المحاويج والمتعففين في حيه ومنهم بجواره، وكذلك الأرامل وأسر السجناء الذين سجنوا في مطالب عليهم من حقوق العباد ومن تراكمت عليهم الديون. عباد الله، إن مساعدة هؤلاء الفقراء والمعوزين والمحتاجين، وخاصة من تراكمت عليهم الديون وأوقفت خدماتهم، أولى مما يظنه البعض بأنها هي التي أفضل، كمشاريع التفطير التي يرتادها من هم أقل حاجة من هؤلاء الفقراء والمساكين الذين حرموا مشاركة أهليهم في هذا الشهر المبارك لإيقافهم وسجنهم بسبب الديون التي عليهم للآخرين وعجزهم عن سدادها. وفي كل خير، ومن لم يعرف كيف يصل إليهم فهناك منصات رسمية موثوقة، ولله الحمد قد جعلتها الدولة تسهيلاً للناس، كمنصة إحسان، وفرجت يستطيع المسلم أن يتعامل معها ويتابعها بنفسه حتى تصل إلى مستحقها، وكذلك دورها في التيسير على المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة. عباد الله، ومن المظاهر التي اعتدنا على رؤيتها عند قرب رمضان وعند دخوله ظاهرة التسول، فهؤلاء تجدهم يتجولون في الأسواق وعند الإشارات، وينتشرون في المساجد بطرق ملفتة. وقد اتفق علماء الإسلام على أن التسول حرام، ولا يجوز إعطاء المتسولين في المساجد باتفاق المذاهب الأربعة، وهؤلاء يستغلون النساء والأطفال وكبار السن، فاحذروا من إعطائهم شيئا، لا من زكواتكم ولا من صدقاتكم، لأنهم مجهولين لا يعرفون. وثانيا،
قد ثبت أن أكثرهم من الكذابين، بل قد جاء التحذير من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية من هؤلاء وأمثالهم، حيث قد ثبت أن عدداً كبيراً منهم ينتمي لجماعات إرهابية، سواء للحوثيين أو القاعدة أو غيرها، أو عصابات التسول الذين قصدهم التكسب وجمع المال. وقد جاء التحذير من هؤلاء وعدم إعطائهم شيئاً، فاحذروا من ذلك عباد الله.